بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بنرحب بكل مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن. مرحبا بالجميع في اليوم اللي احنا مخصصينه للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل الأسئلة عليها يوم الأربع من كل أسبوع للرد على الأسئلة اللي بتفت على الصفحة، وعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. بنذكر حضراتكم ان احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت الى الاربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبنلتقي بحضراتكم من السبت الى الثلاثاء على الهواء مباشرة لتلقي اسئلة حضراتكم، وايضا لعرض قبل ذلك فقرة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ويوم الاربعاء المخصص للرد على الأسئلة مع عرض الفقرة المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة. ومعانا النهاردة أول سؤال، سؤال بيقول أنا حصل معايا حادث ورجلي اليمنى اتجبست من القدم إلى تحت الركبة، والدكتور مانع تماما المياه إنها توصل للجبس بأي شكل لأن فيها مشكلة، فالسؤال هل يجوز الوضوء من غير ما أغسل الرجل اليمنى؟ وطبعا أنا ما أقدرش أقف أصلي لنفس السبب، فبصلي وأنا قاعدة في مكاني، هل ده صحيح؟ لأن مش بعرف أجيب أي ركن من أركان الصلاة غير وأنا قاعدة، مش بقدر أني أقف أو أركع أو أسجد. شفاكم الله وعافاكم، ولا بأس طهور، والمنصوص عليه عند فقهاء المذاهب المتبوعة هو مشروعية أن احنا نمسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل في أو غسل هذه الأعضاء المغسولة أو المسح في الأعضاء الممسوحة في الوضوء أو الغسل، وإن هذا المسح بيقوم مقامها تماما، وده من تيسير هذه الشريعة الغراء. واستدلت المذاهب المتبوعة على ذلك بما جاء في سنن ابن ماجه والبيهقي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، كان شايل الراية فوقعت بعد ما كسر زند سيدنا علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة. فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال امسح عليها. يبقى ده دليل معانا واضح وقوي. الأولى إنه يتم الأولى، انت يعني ان تيسر ان احنا نعمل كده، لو واحد كسر، لو واحد تعرض لحادث يعني وهو هناك هيبتدوا يعملوا له الجبيرة، لو لحق انه يتوضى قبل ما يحط الجبيرة كان بها. يعني الأولى انه يتم وضع الجبيرة على طهارة خروج من خلاف الشافعية والحنابلة، سواء كان محتاج غسل أو محتاج يعني وضوء بحسب الوضع بتاعه، الأولى إنها توضع. لو تيسر، ما تيسرش ما فيش مشكلة، يعني إن تعذر ذلك وتعذر إن هي اتحطت وإنت مش متوضي أو كده، يبقى تعذر النزع لأجل الوضوء أو الغسل، اللي عليه الفتوى هو صحة المسح عليها ولو وضعت هذه الجبائر أو الجبيرة دي اللي هي الضمادة بتاعة الكسر دي على غير طهارة كما هو مذهب الحنفية والمالكية. يقوم الشخص المصاب بالمسح باليد المبتلة بالماء، مش لازم تبقى مبلولة قوي، انت يعني بتبلها بل يسير بالماء على الجزء المصاب الذي تم وضع الجبيرة عليه بنفس الترتيب بين الأعضاء في عملية الوضوء، ولا يشترط ان انت تجمع ما بين الغسل للأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة وبين التيمم كما هو مذهب السادة الشافعية، بل يكفي حضرتك الغسل والمسح فقط في الوضوء، وبيستحب لذلك الشخص ان هو يجمع
معهما التيمم خروجا من الخلاف. يا صاحب السؤال، فإن طبعا القاعدة المعروفة الخروج من الخلاف مستحب. يعني الإنسان، أنت النهاردة حصل كسر لعضو من الأعضاء اللي هي المفروض أنها بتغسل. هناك من يقول انك انت من الفقهاء الكرام في المذاهب المحترمه، انه انك انت تقدر انك بتجمع ما بين عمليه المسح والتيمم مع غسل ايه الاعضاء. لو قدر الانسان، يستحب، قدر يعمل ده، قدر ما قدرش مفيش مشكله، الامر على الساعه واختلاف فهم الفقهاء للادله الشرعيه، مراد شرعي لأنه بيدي ساعة للناس. اللي ينفع ده في الحالة دي يقدر يعني يأخذ بهذا أو يقلد ذلك الرأي، مش هيعرف يأخذ بالرأي ده يقلد رأيا آخرا معتبرا، لأن كلها آراء علمية من أهل العلم. طيب بالنسبة للصلاة بقى، أنت حضرتك بتقولي أنا مش هقدر أسجد ولا أركع ولا أقوم ولا أقعد زي ما كنت بعمل قبل كده، اللي هي أداء أركان الصلاة على ما هي معلومة وعلى الحال المعروفة عليه، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك قاعدة جليلة مستنبطة من الآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم. هي بتتعلق بأن الاستطاعة والقدرة شرط التكليف. الاستطاعة والقدرة شرط التكليف، لأنه يعني الإنسان لا يكلف شيئا لا يستطيع القيام به. يعني إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة في حال القيام، ما يقدرش يقف بسبب أن رجليه مثلا كسر في قدمه، ففي الحالة دي هنقوله لا لازم تصلي كده، لا بنقوله صلي وانت قاعد ولا حرج عليه. ورد في الصحيح من حديث سيدنا عمران بن الحسين أنه قال: كانت بي بواسير فسألت، يعني مرض أصابه من أنه يقدر يقف، بيقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، هعمل إيه؟ لأنه ده ركن، القيام ده ركن. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسله بهذه الرسالة اللي كلها تيسير ورحمة بالعباد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، ده الأصل، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني بناء على هذا الحديث الواضح، بيكون الإتيان بالأركان على هيئتها الطبيعية عند الاستطاعة والقدرة، وعند العذر يكون بخلاف ذلك. يعني إيه؟ سواء بقى أنا هأتي أو سوف أقوم بأداء الأركان دي بالجلوس عشان أنا مريض أو عندي عذر منعني من القيام أو أداء الركن كما هو منصوص عليه، أو غير ذلك، بالجلوس، بالقعود، الإنسان بأن الإنسان وهو ممدد حسب الحالة التي يستطيع أن يصلي عليها، مع مراعاة طبعا التدرج في عملية إن أنا إزاي هقدر أجيب الركن حال المرض أو حال مانع منعني من القيام بأداء الأركان على الهيئة الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. واجتهد الإنسان في كل ذلك والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. صاحبة السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء والعافية. السؤال الثاني اللي معانا: كنت عايزة أسأل، قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة الجماعة واجبة ولا لا؟ يعني إحنا هنجاوب السؤال ده بنوع من التفصيل عشان بس نفهم التحقيق العلمي في هذه المسألة، مع نحن هنلخص الرأي قدر الطاقة بنوع من التيسير. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل على الإمام اللي هو بيؤم الناس، والذي يصلي منفرد اللي بيصلي لوحده من غير إمام. ولكن الأمر ده بخلاف المأموم بقى، وضع المأموم في خلاف. المأموم ده اللي بيصلي ورا الإمام، اختلف الفقهاء في مدى وجوب أنه يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية والسرية. تعال شوف مثلا أنه الشافعية شايفين أنه يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا لم يكن مسبوقا بجميعها أو بعضها. يعني أنت النهاردة بتصلي ورا الإمام و عليك انك تقرا عند الشافعيه، عليك تقرا الفاتح، الا في حاله لو كان سبك انت دخلت بعد ما قرا هو الفاتحه وكملت انت،
وما زال واقف وانت اراها كلها، او ارى جزء مثلا من الفتحة الامام وانت دخلت مثلا في النص الثاني من قراية الفتحة، او ارى الفتحة كلها ودخل في قراءة السورة او الايات بعدها، فانت بخلاص يجب عنك. يعني في هذه الحالة بيتحمل الامام عنه ما سبق فيه في القراءة، وتقوم قراءة الامام مقام قراءة المأموم. يبقى ده عند الشافعي. طب الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف الإمام بتاعه مكروهة تحريما، يعني عندهم مكروهة تحريما في السرية والجهرية. ليه؟ قال لك لأن قراءته، قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. عند الحنفية أنت وراك، أنت عندك إمام وأنت مؤتم بهذا الإمام، فبالتالي هما شايفين لا يقرأها لأنه له إمام. السادة المالكية عندهم بقى فهم تاني، قالوا بأن قراءة المأموم اللي هو بيصلي ورا الإمام، قراءة المأموم خلف الإمام دي مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية. يعني بيستحب ليك وانت ورا الإمام عند المالكية، انت ورا الإمام وبتصلي الصلاة هو بيقرأ قراءة سرية، مستحب انك تقرأ. طب لو بيقرأ بجهرية لا ما تقراش وراه، ما تقراش لأنه أنت سمعه في القراءة. عند الحنابلة القراءة خلف الإمام مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. برضو بيشتركوا مع من سبقهم في أنه لو في الصلاة السرية يستحب. يعني لو أنت قريت الفاتحة جميل، ما قريتهاش لا تبطل الصلاة. طب وقال لك في الجهرية عند الحنابلة قال لك لما يسكت الإمام بعد ما يقرأ فاتحة الكتاب كده ويستنى شوية أنت أقرأ. وعندهم مكروه أنك تقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. ده اجتهاد السادة الفقهاء في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية والسرية، في الصلاة الجهرية والصلاة السرية. وإحنا توفيقا بقى بين أقوال الأئمة السابقة بنقول يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. أنا لي إمام وأنا في المسجد أو في البيت بيصلي بي حد من في أهل البيت، أو إحنا في المسجد وبنصلي مأمومين بالإمام، الإمام بيقرأ وأنا سامعة قرايته، هقعد أقرأ وهو بيقرأ؟ العقل يقول والنص الشرعي يقول إنه امتثالا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن آداب الصلاة ومن أحكامها المعقولة في هذا الحال إنك أنت لك إمام ويقرأ في الصلاة الجهرية بصوت طبعا يعني مسموع، أن تستمع إلى قراءة الإمام، ويندب للمأموم القراءة إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة. مفروض الإمام بيقرأ في الجهرية ويستنى شوية كده فيأتي المأموم يقرأ. طب المأموم ما قرأش صلاته سليم، ما فيش مشكلة، يندب لأنه إنما الإمام ليؤتم به. وليحرص المصلي قدر الطاقة على إنه تصح صلاته عند الجميع. فإحنا زي ما بيقولوا كما علمنا الفقهاء إنه الخروج من الخلاف أول. طيب في الصلاة السرية بقى، احنا قلنا في الصلاة الجهرية، في الصلاة السرية على المأموم أن يقرأ الفاتحة خروجا برضو من خلاف الفقهاء، وعلى ذلك فعلى المأموم أنه يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلوات السرية. وأما في الصلوات اللي هي بقى الجماعية فليحرص، واللي هي الجهرية فليحرص على، في الصلاة الجهرية ليحرص على قراءتها وقت سكوت الإمام بعد ما يقرأ الفاتحة ويسكت كده بشوية أنت تقرأ في الصلاة الجهرية. فإذا لم يتمكن، لأن بعض الأئمة على طول بيوصلوا القراءة، فإذا لم يتمكن فصلاته صحيحة تقليدا لأقوال بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك
واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم. من ضمن الأسئلة اللي وفدت إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، سائلة كريمة بتقول: أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، هل قراءة سورة ياسين لوالدتي ووالدي المتوفيين كل يوم تنير عليهم ظلمة القبر، هل تكون تاج من نور لهم وثواب قراءتها تنفعهم؟ أرجو بيان ذلك في جواز يعني قراءة القرآن ووهب الثواب، قراءة سورة ياسين وهب الثواب. بخصوص أجر من يقرأ القرآن الكريم للأموات، زي ما قلنا قبل كده وأكدنا أكتر من مرة، إن اللي بنختاره في مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للمتوفى إنه بيصل بإذن الله تعالى، وده بناء على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء ومنهم الحنفية والحنابلة، إلى إنه كل قربة فعلها المسلم له إن هو يهب ثوابها لمن شاء من أموات المسلمين، سواء كانت القربة دي صلاة، صوم، حج، صدقة، أو قراءة للقرآن الكريم، أو ذكر، أو أي نوع من أنواع العبادات والطاعات والقربات. هو صنع المعروف ويملك هذا الثواب، وله أن يهب هذا الثواب لمن يشاء. واختار الحقيقة السادة الشافعية إن الأولى يكون أنه مثلا لو أنا عايز أقرأ سورة ياسين أو أي شيء عايز أقرأه في القرآن الكريم، أول ما خلص القراءة، السادة الشافعية قالوا أنه يقول القارئ بعد الفراغ من قراءة القرآن اللي عايز يوهب ثوابه لمتوفى، أنه يقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، إلى روح فلانة، أو إلى أرواح كذا وكذا. فإحنا هنعمل كده بعد ما نقرأ القرآن أو نقرأ سورة ياسين اللي حضرتك عايزة تقرأيها، ناخد كمان نضيف، إحنا قلنا بجواز وصول الثواب تقليدا لمن ذهب إلى ذلك وترجيحا لما ذهبوا إليه، وفي نفس الوقت هناخد كلام الشافعية إن إحنا بعد ما نقرأ ندعي إن اللي قريناه إن الثواب ده يصل لمن أريد أن أهب له الثواب. المسألة أو النقطة الثانية المهمة بخصوص خصوصية قراءة ياسين، أورد الشرع يعني الشريف بذكر فضلها وبيان عظيم ثواب قراءة سورة ياسين، وده كما أخرج الدارمي والترمذي واللفظ له والإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء قلبه، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. يعني بياخد ثواب إنه كأنه قرأ القرآن 10 مرات، فياخد بقى ثواب قراءة القرآن 10 مرات. فده جاي في فضل من الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين. وجاءت السنة النبوية المطهرة أيضا بقراءة سورة ياسين على الموتى، يعني بخصوص حتى النقطة اللي حضرتك بتسألي فيها، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. وده رواه
الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. والأمر هنا اقرأوا ياسين على موتاكم، الأمر هنا جاي عام ما فيهوش تحديدات، اقرأوها على موتاكم، فالأمر هنا عندي فيه عموم فيبقى على هذا العموم. وعلى ذلك وبناء على ما قدمنا إنه قراءة القرآن الكريم لها أجر عظيم، وقراءته على الموتى بنية وصول الثواب بتاع القراية دي للمتوفى ده ثابت إن شاء الله تعالى، لأن زي ما قلنا زمان إن ده من قبيل اللي هو قراءة القرآن ووهب الثواب للمتوفى، هذا من قبيل الشفاعة الحسنة من الأحياء للأموات. وفضل سورة ياسين زي ما يعني استحضرنا بعض المرويات وردت به يعني ذكرتها السنة وجاءت في السنة النبوية المطهرة، وقراءتها للموتى كمان أمر صحيح إن شاء الله تعالى، بجملة كونها من القرآن الكريم، ولما لياسين من فضل عظيم مخصوص. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول. هنسيب حضراتكم مع فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة، وبعد الفقرة نستكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة، لأن القرآن ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، ما زلنا في رحاب تصحيح آيات سورة الإنسان، وهنصحح النهاردة الآيات اللي عليها الدور، وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يلا يا شباب مستعدين؟ مستعدين. ده انتوا كده نايمين مش مستعدين، صحصحوا شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم. تطع تاء وطاء، والاثنين دي رقيقة، تاء تو وطاء مفخمة، فلازم أميز بين الاثنين في الإيه؟ في النطق. ولا تطع. ولا تطع. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا وسبحه ليلا، ما تاكلوش الهاء. وسبحه أي سبح أيها النبي الكريم ربك الجليل. وسبحه وسبحه ليلا طويلا. يلا يا أنوس. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هي كانت بين الآ والآ، أنا عايزاه آنا مش قرآن، قرآن. قرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وبعدين لما تبقى مهزوز كده في نطق الحروف ما تجريش وانت بتنطقها. تطع أفرمل نفسي كده، أهدي نفسي بالراحة. فيا واش يا واش وأنا بقرأ الحرف عشان يطلع معايا بالراحة. تطيع بس قول كده بس يا أنس. تطيع. أيوة. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يلا يا مريم واذكر. واذكر اسم ربك بكرة بكرة وأصيلا. بكرة أيوة. وأصيلا. برافو عليك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قلنا الإخفاء، غنة الإخفاء بتاخد إيه؟ صفة الحرف اللي بعدها. يلا يا مريم تاني. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. جميل جميل. يلا يا لانا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. عندي إخفاء. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو في عندي هنا إظهار، إظهار على طول عشان في همزة وراها، همز هاء ثم عين حاء، وعندي غين خاء الحروف الحلقية. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أحسنتي. يلا يا سيد. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. آدم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين الكرام، ومعنا برضو لسه أسئلة من اللي جات على صفحتنا. سؤالي فيما يخص آيات وأحاديث أهل العلم وطلابه والفضل في ذلك، وهل يختص ذلك طلاب يعني اللي جاي الأحاديث هي أصدها الأحاديث والآيات اللي جاي في فضل أهل العلم، هل ده بيختص بي بس طلاب العلم الشرعي فقط أم طلاب العلم الدنيوي لهم نصيب كذلك؟ وشكرا مسبقا، شكر الله لكم. يعني حث الشرع الشريف عموما على طلب العلم ورغب فيه، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إنه سبحانه وتعالى يعني لم يطلب رب العزة جل جلاله من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من شيء إلا من العلم، وعلمنا من خلال القرآن وما وجه إليه النبي الكريم في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: يعني ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني إنه مكانة العالم ده أقوى، وضرب مثل كفضلي على أدناكم. شوف المقام الكبير للعلماء العاملين. أخرجه الإمام الترمذي هذا الحديث في جامعه. وإحنا لازم ننبه على إن الفضل الوارد في طلب العلم لا يقتصر على العلوم الدينية، بل يشمل كل العلوم الدنيوية النافعة اللي بتنفع الناس كلها، زي علوم الطب والهندسة وغيرها، كلها علوم نافعة تنفع البشرية، والإنسان مش هيقدر يعيش بالعلوم الشرعية فقط. وعشان كده أنت لما تيجي تتأمل في كتاب الله تعالى تجد إنه سبحانه وتعالى لما عندما وصف في كتابه العلماء بأنهم هم أهل خشيته من خلقه، جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة وتنوع ألوان الثمار اللي هو علم النبات، واختلاف أشكال الجبال اللي هو علم الجيولوجيا، ومظاهر تنوع واختلاف الكائنات الحية اللي هو التنوع البيولوجي، وكل دي من العلوم الدنيوية. ما هو القرآن بيدي إشارات والعلماء عليهم أنه بقى يسعوا في هذه المناكب ليروا وينظروا في هذا الخلق ويتدبروا فيه، كلهم في تخصص. تعال شوف سياق الآيات بيتكلم إزاي، وده يخلينا يأكد على أن طلب العلم هنا وفضل طلب العلم والثواب الذي للعلماء يشمل جميع أنواع العلوم التي تطلب. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. السياق بيتكلم عن كم من الآيات الكونية في مختلف فروع الحياة، وبعدين في ختام الآية بيتكلم عن إنه أشد الخلق خشية لله هم أهل العلم العلماء العاملين. دي نقطة مهمة ننتبه إليها. العلم الحقيقة هو السبيل الصحيح والمختصر للي عايز أي أمة تنهض، لرقي الأمم متقدمة.
دراسة العلوم الدنيوية لا تنافي أبدا دراسة العلوم الشرعية، بل يكمل كل منهما الآخر، والاستغناء للمسلم عن أحدهما. أنت النهاردة بنتعلم العلوم الشرعية لمن فتح الله قلبه وعقله لأن يتلقى هذه العلوم والمعارف، والعلوم بقى الأخرى الطب، الهندسة، كل الفلاحة، الزراعة، الصناعة، لابد أن يسعى الناس في تعلمها. إزاي هيعيشوا؟ هيعيشوا بالعلوم الشرعية بس. لذلك فضل العلم وأهله تشمل كل أنواع العلوم والمعارف، والسعي في تحصيل سائر العلوم النافعة داخل في الوعد النبوي الشريف إن شاء الله تعالى، وربنا يجعلنا من العلماء العاملين، اللهم آمين أجمعين. السؤال الأخير اللي معانا خاص ب سائل كريم بيقول أنا بصلي صلاة الجمعة كل جمعة، ولكن كنت مسافر في جمعة فحد قال لي ليس عليك صلاة جمعة، أنت مسافر فما صليتش، هل ما فعلت يعد صحيح؟ هي صلاة الجمعة فرض عين على الذكر المكلف المقيم الصحيح، يعني اللي مش عيان، اللي مش مسافر، ولا تجب على المسافر الجمعة. ودليل ده اللي رواه الدارقطني والبيهقي من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا واستثنى إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. يعني اللي عنده عذر كما ذكر الحديث لا تجب عليه. وبعدين تكملة الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. الاستثناءات اللي في الحديث ليه؟ أناس لا مش مفروض عليهم، أو إنهم لا يستطيعون، أو إنه الإنسان يعني مسافر مريض مثل هذا المملوك في زمن لما كان فيه الكلام ده لسه. ولازم نفهم نقطة مهمة، عدم الوجوب على المسافر لا يعني عدم الجواز والصح. يعني ترك الجمعة هنا للمسافر رخصة. طيب أنا قلت لا ده أنا عايز أنا مسافر بس هقف في الطريق وأصلي، براحتك. يعني لو أنت صليتها وأخذت بالعزيمة فإنه يصح ذلك منك، وعندما تسقط الجمعة عن المسافر فإنه يصليها في الحالة دي إيه؟ ظهر، ويجوز له الجمع والقصر عندئذ. مسألة متروكة للإنسان يختار ما يشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونسأله ربنا سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما وفقها وإخلاصا وورعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم بحقها اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.